أمر بداية سعد، مرحبا بك. الله يبارك فيك، شكرا على الاستضافة. شفنا دورك في سلسلة صلاة والسلام، بغيك تقرب شوية الجمهور منه. مسلسل صلاة والسلام القصة ديالو كتبدا مع من كريمة اللي هي كتحاول تبني مستقبلها في مدينة الدار البيضاء اللي قرات على قراءة الإضواء، كترجع لبجد باش تاخذ الإرث ديال أمها اللي هو عبارة عن فرقة ديال الدزين العرايس تنكفت سميتها صلاة والسلام. هي فاش كترجع كتلقى راسها أنها بدات كتجمع الفرقة ديالها، الشخصية ديالي ديال جهواد من الفرقة ديال صلاة والسلام، وكتبدا المغامرة ديال المسلسل صلاة والسلام. ألوغ في الحلقات الأولى كيبان واحد شوية تعرف مع على الشخصية ديالك، واحد الشاب اللي كيبان شوية عبيط ما بين قوسين، كيفاش انت خدمتي على الشخصية قبل فاش الله قريتي السيناريو ومشيتي قلبتي شنو درتي؟ فهضرات معايا مدام زكية، كنشكرها من هذا المنبر على الثقة ديالها بيان سور اللي عطاتها ليا في هذه الشخصية. قرينا السيناريو، حاولنا نفهمو الشخصية بزاف، قربتني منها، وضحتها ليا أكثر. البحث ولا لا ريشيرش اللي كنا كنديروها هو اللي وانه ابن بجعد، حتى فاش مشينا لبجعد عاوننا راسنا بزاف اننا نزيدو نقلبوا على الناس النماذج اللي عندهم نفس الكاركتير ديال بجعد. اي اون في ميزيغ من كنحاولوا نلقاو شي حوايج، كنحاولوا نحيدوا شي حوايج في لا ديريكسيون ديال دائما ديال المخرجه زكي طارق. نفس الشخصيه غندوندو معك زعما في الشخصيه نيت كاين شويه ديال الكوميديا مع شويه ديال الدراما والموسيقى. انت سمعنا زعما كتغني في المسلسل، واش هذا بعدا صوتك ولا صوتي؟ انايا من طبيعتي ماشي موسيقي، كنلعب شويه الجيتار، كندندن مع صحابي شويه. من الحوايج اللي كنت سعيد انني غادي ندخل في هذه المغامره ديال الشخصيه انه مولوع بالمجال الموسيقي. غنيت نورمالمون ما كنغنيش الطرب، حاولت انني نغني الطرب مع الاساتذه، حاولنا نقلبوا على اختارينا الموسيقى. كان هادشي كله امتحان ومزيانه ليا حتى انا في المسار ديالي انني نزيد نعرف شي حوايج على الموسيقى. الى تحت لك الفرصه انك تمشي في طريق اخرى الى جانب التمثيل اللي هي الطريق ديال الموسيقى، واش غادي تبغي تمشي فيها؟ بصراحه ما كنفكرش، وما باغيش نتلاح الموسيقى، ما كنشوفش راسي انني عندي الامكانيات باش نكون موسيقي. كناخذ موسيقى بحب وكهاوي، غير كنبغي مره مثلا نقدر نبارطاجي مع الناس شي حاجه اللي لعبها بالجيتار، مي باش نحترف في الموسيقى ما كنفكرش. الوغ شفنا في ظرف السنه الاسم ديالك تبارك الله بان وبان في الساحه، ولاو عندك معجبين انطلاقا من العمل ديالك ماشي حياتك الشخصيه فيها شي حاجه، بالتالي الوغ هاد الشيء كيفاش خدمتي عليه؟ لانه قلال الفنانين اللي كيبان لك انه مشهور حيت كيدير واحد الخدمه ماشي حيت واقع لي مشكل في حياته الشخصيه ولا كذا. كيفاش خدمتي على هاد الامور، على هاد القضيه، وكيفاش باغي زعما باغي تخدم عليها مستقبلا وتبقى غادي فيها؟ دونك كيفاش دخلت الميدان؟ نهضروا على كيفاش دخلت الميدان. انا دخلت الميدان كنت مولوع بالمسرح وكيعجبني هذا الميدان، كان عندي حلم حتى انا نكون ممثل مغربي. قريت في المعهد، تكونت، خرجت، تخرجت، جاتني هذيك الفرصه ديال لي خوش عمر، يمكن اللي كيرجع ليها الفضل انها فتحت لي ابواب وقربتني من الجمهور بزاف. فوالا قدرتي تبس راسك فيها، المخرجين شافوا الموهبه بالصبر. انا هادشي غيكون بالصبر والايمان ديما بالحوايج ديالك، ديما انت مامن باللي انت بغيتي دير هاد الحرفه. فوالا سعد، كيبان انك غادي تكون زعما مستقبلا اسم كبير ان شاء الله، ونتمناو لك التوفيق. نبغي نسولك شكون واخذ قدوه في هذا الميدان وباغي زعما يكون عندك واحد المسار ربما شبيه به في الحوايج الزوينين؟
ما عنديش صراحة شي اسم اللي واخذو قدوة، ولكن شي ما كاينش ان ما عندناش ممثلين مزيانين في المغرب. عندنا تبارك الله رواد اللي دابو، عندنا ممثلين الحمد لله مزيانين في الـ في الـ في المغرب. صراحة كنحاول نحاول ما امكن اني نبقى انا نخدم، نلقى البليزير في الخدمه ديالي. ديما كنحاول انني نزيد نخدم على الشخصيات وانا مرتاح، وانايا باقي عندي هذاك التبرزيط الهم كيف ما كيقولوا، ديما هز الهم. دونك انا باغي غير ندير الحرفه ديالي اللي كنبغي ندير. كنتمنى لك فيها التوفيق. شكرا بزاف لك. شكرا بزاف.